وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جاريد كابلان. مرحبا بك سيد جاريد. وزير الخارجية الأمريكي صرح خلال الجلسة أنه يجب منع طائرات النظام من التحليق فوق مناطق المعارضة، هل يعني أنه قد نشهد فرض منطقة حظر جوي في القريب العاجل؟ نعم، قال الوزير جون كيري في اجتماع مجلس الأمن اليوم في هنا في نيويورك أن حان الوقت لبحث أكثر عن طرق جديدة لتمديد الهدنة ولضمان نجاح الهدنة. كما حسب الاتفاق الأمريكي والروسي، أعلن جون كيري عنها في جنيف الأسبوع اللي فات، موسكو هي المسؤولة عن شروطين: أولا لتضغط على بشار الأسد لاحترام الهدنة في كل مكان داخل الحدود على أراضي سوريا، وكمان وثانيا لسمح بدخول مساعدات إنسانية والولايات المتحدة. وكما قال جون كيري، ما نرى إثبات النية الروسية في هذا المجال. موسكو تتحمل المسؤولية للهجمات على القوافل الإغاثية على حدود سوريا، وحان الوقت كما قال جون كيري لبحث عن طرق جديدة وعن طرق جديدة أمامنا لتحقيق أهدافنا، وذلك الهدنة والعودة إلى مفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. نعم. طيب سيد جارد، مصادر محلية قالت إن مئات المدنيين قتلوا بقصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لماذا سارعتم إلى الاعتراف بضرب مناطق النظام والاعتذار ودفع التعويضات في حين لا تزال التحقيقات حول استهداف التحالف مناطق مدنية جارية ولم يتم الاعتذار عنها أو التعويض للضحايا حتى؟ نحن متأسفين بالنسبة للموت مدنيين أو أبرياء، لكن لازم نتذكر من هو يتحمل المسؤولية الكبيرة للحرب. هذا بشار الأسد، هو يقتل ويقصف شعبه منذ 5 سنوات من سفك دم مجازر. الولايات المتحدة، نحن نقوم ائتلاف أكثر من 6 دولة لمكافحة مش فقط التنظيم الإرهابي داعش، لكن نحاول أن نحمي حياة السوريين من النظام بشار الأسد. فالولايات المتحدة، نحن ملتزمين بجهودنا لمكافحة الإرهاب وكمان لدعم الشعب السوري والمعارضة المعتدلة من خلال هذه 5 سنوات من الحرب. الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بداية الأزمة. قال جون كيري أن بشار الأسد هو فقد الشرعية وهو لازم يتخلي عن السلطة. نحن نركز كل جهودنا اليوم على تمديد الهدنة لتشجيع احترام الهدنة من الطرفين، من موسكو ومن النظام من طرف، ومن الطرف الثاني من المعارضة المعتدة اللي تحترم حتى الحين الهدنة. لازم نرى إثبات من روسيا أن عندها الإرادة لتحترم الشروط الاتفاق جنيف. طيب سيد جارد، بهذا السياق تحديدا، روسيا ونظام الأسد قاموا بخرق الاتفاق الروسي الأمريكي وضربوا الهدنة بعرض الحائط، ما هو رد الولايات المتحدة حيال ذلك؟ أهم شيء لازم نتذكر ما قال الوزير جون كيري اليوم، ليس هناك خطة بديلة، ليس هناك خطة بي. ما عندنا إلى هذه الخطة، وهذا أحسن فرصة لتحقيق السلام على الأرض ولإنهاء الحرب، وذلك من خلال الهدنة. من قبل هذه الهدنة نستطيع أن نوصل المساعدات الإنسانية من المنظمات الخيرية الأممية. لازم نبذل كل جهودنا لضمان نجاح هذه الهدنة، هذا أحسن طريقة أمامنا. في نفس الوقت، كما قال جون كيري، هو سوف يستمر في جهودنا ولبحثاتنا وبحثنا مع شركائنا حلفائنا على الأرض هنا في نيويورك في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن وفي حوارنا الثنائية مع شركائنا لاكتشاف وبحث عن كل الطرق المتوفرة أمامنا. لكن حتى الحين أحسن طريقة أمامنا هي الهدنة. طيب سيد جارد، أريد أن أستغل وجودك معنا الآن. هناك سؤال كبير يدور بخاطر جميع السوريين، أريد أن أطرحه عليك. يعني الاتفاق الروسي الأمريكي الذي حدث والذي يتعلق بالهدنة، كان هناك بنود تم إخفاؤها أو هناك جزء سري منها،
لماذا هذه السرية؟ يعني هل يعقل أن يتم اتفاق بين أمريكا وروسيا بشأن الشعب السوري والشعب السوري لا يعرف شيء عن هذا الاتفاق؟ يعني لماذا هو سري؟ أولا خليني أقول أن الهدنة ليست مثالية كما قال جون كيري، لكن من خلال الهدنة رأينا تخفيف العنف ولحظات من الهدوء النسبي في أماكن في سوريا، وهذا شيء غالي، ومن قبل هذه الهدنة احتفظنا بحياة البعض، وهذا شيء غالي ومهمل جدا. بالنسبة للاتفاق نفسه، نتوقع أن الولايات المتحدة وروسيا سوف نتكلم أكثر في أيام قادمة هنا في جنيف عن الاتفاق، ونتكلم مع شركائنا وحلفائنا في الائتلاف وفي الجمعية العامة ومجلس الأمن عن تفاصيل الاتفاق نفسه في أيام قادمة. اليوم أنا ما عندي تفاصيل لأعطيكم عن الاتفاق، لكن أنا أستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة جاهزة لتقديم تفاصيل ومعلومات أكثر عن الاتفاق في أيام قادمة هنا في نيويورك. طيب، هل تتوقع بهذا الخصوص سيد جارد إعادة إحياء هدنة توقف إطلاق النار في سوريا بعدما يعني تم نسفها بشكل كامل من قبل النظام روسيا كما تعرف؟ نحن لازم نكون الاثنين من المتفائلين، ولازم نكون واعيين، لازم نراقب عن قرب النية الروسية، ولازم وكمان أنشطة الروسية وسوريا النظام. لازم أن النية الروسية تعاقس أنشطتها، ولازم أن نراقب ما يسوي بشار الأسد. حسب الاتفاق موسكو تتحمل المسؤولية لما تساوي النظام، ونحن الولايات المتحدة نحن نستخدم علاقاتنا المتينة الودية مع المعارضة المعتدلة. نرى أن المعارضة تحترم الشروط وبنود الاتفاق، ونريد أن نرى نفس الشيء من الطرف الروسي. نعم، أشكرك كثيرا. من نيويورك، جارد كابلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك سيد جارد. شكرا لكم.